السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقة جديدة من برنامج ايام الناس. احنا اليوم راح نكون وياكم بوقفة تضامنية لعدد من شيوخ وجهاء العشائر والمواطنين وما شابه ذلك من المسميات الاخرى، من اجل دعم ومساندة القضاء بتفعيل مشروع طريق الحرير. متواصلين وياكم، خليكم. صيانة القضاء العراقي من الدسائس والدفع لأي ضرر يمس القضاء العراقي. احنا ما جايين نسلط الضغط على القضاء، ولا جايين نريد الشركة في مشاكل تعتصر قلب المواطن العراقي وتدمر البلد. احنا اليوم نقول القضاء مستقل، واستقلالية القضاء فوق الأصنام التي تنهب العراق اليوم، ونطالب بالمحافظة على استقلالية القضاء، ونطالب باستمرار القضاء في إصدار قرارات عادلة ضد كائن ما يكون، لأنه لا يوجد إله على الأرض ولا يوجد صنم يبجل. وقفتنا هذه من أجل القضاء، وعلى الجميع أن يعرف أننا إلى القضاء ومرجعنا إلى القضاء. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بداية أردنا نتحدث أنه اليوم سبب وقفتكم هنا أو احتجاجكم، شنو الأسباب، شنو المطالب اللي اجتمعت اليوم تنسيقيات الحراك الشعبي لطريق الحرير وميناء الفاو داعمة للقضاء العراقي، باعتبار القضاء العراقي صدرت منه قرارات مهمة جدا، من جملتها قرارات تقف بوجه النهب الغذائي، النفط والغاز في كردستان، تقف في بيع، تقف بوجه بيع أصول الدولة، يعني الصحراء العراقية، أنبوب العقبة، أنبوب البصرة اللي يروح للعقبة. هذا الحراك سياسته أنه مع المؤسسات، المؤسسة التي تتلكأ يقف بوجهها، والمؤسسة التي تنتج لصالح الشعب العراقي نقف بظهرها داعمين لها لنشد من أزرها. ونحن نقول لهذا القضاء السر، وبظهرك شعب عركته الخطوب. يعني اليوم أنتم مع القضاء، مساندة مو من أجل الضغط على القضاء، مساندة للقضاء العراقي ومساندة لاستقلالية القضاء وحماية للقضاء من أن يبتز من الانتهازيين والنفعيين والمفسدين. ربما اللي شاهدنا الآن يعني يقول ليش بالتوقيت خرج؟ التوقيت بالضبط لأن القضاء العراقي صدرت منه قرارات كما أسلفت هي تساعد على إبقاء ثروات العراق كما هي. أو نحن مثلا واحدة من الطلبات التي نطلبها من القضاء العراقي أن يتجهوا نحو الحرير، لأن الحرير هو المنقذ والمنجي. واحدة من الأشياء نتمنى أن يفعل قانون بالمحكمة، من أين لك هذا لاسترداد الأموال، والعراق له إمكانيات في خارج البلد هائلة قادرة أن تطارد أولئك الذين ابتزوا العراق، ولدينا منظمات ومؤسسات في الخارج ممكن أن تطارد. فنريد القضاء أن يلتفت هذه القضايا، وأعتقد قرابة 1,000 مليار دولار سرقت من العراق منذ 2003 إلى هذا الحد. يستطيع وفق تقارير المرحوم أحمد الشلبي يستطيع أن يعود منها الكثير. فعلى القضاء أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور، ونقول له من خلفك شعب وأنت سيف العدالة عليك أن تضرب الباطل. طريق الحرير ما له بديل يعني اليوم مطلبكم؟ والله هو طريق الحرير هو المنجأ الوحيد بصراحة، لأن طريق الحرير هو شاء الله أن يجعل العراق هو في قلب طريق الحرير، شاء الله أن يجعل العراق هو مربط بين الشرق والغرب، شاء الله أن يجعل أرض العراق هي الأرض الوحيدة التي تكون بها أقصر الطرق.
انت ايش تتصور يعني احنا هالاعمار هذه وهالكبر هذا وهالسن هذا جايين على فد منافع شخصيه؟ طبعا. او جايين على تعيين؟ احنا فاتكم القطار بعد جايين لاجل الاجيال، جاي هناك مشروع، هناك مشروع متامل القاء الى شركه، الشركه مو مؤهله، ما مؤهله الشركه الكوريه لاداره طريق الحرير. الصين شركة عالمية وعدها منافع وعدها منافذ كثيرة وعدها أعمال مماثلة في العالم كله، والصين يشهد لها العالم بتطورها باقتصادها، فلا يمكن يجي عاقل أن يقول لي مثلا تنفعك. فاق احترامي وتقديري إلى مصر، وفاق احترامي وتقديري إلى الشقيقة الأردن. سديشة مصر شوفها يعني وين هم غلبتنا في سنوات، احنا ما نريد نقيس، لكنه احنا سنأخذ دناخذ الأشياء ودنبنيها بعمان على مود أنه ترجع المخلفات النفطية أو غيرها ترجع لنا. ليش ما نبنيها ببلدنا؟ ليش احنا شبابنا، ليش مهندسين، ليش بيهم؟ احنا اللي مؤسسين العالم، احنا الكرة الأرضية، الإبداع العراقي، بريطانيا، من بريطانيا إلى فرنسا إلى أمريكا، العقلية العراقية هي يقال عنها يابان العرب، العقلية العراقية، العقلية العراقية معطلة الآن من أجل السياسي الذي لا يعرف شيء ولا يعرف ما يريد. سياسيين مقصودين؟ طبعا سياسيين المقصودين، احنا ما نستثنى احد، احنا ما جايين حزب ولا جايين كتلة سياسية ولا جايين دعم لأحد، احنا دعمنا لهذا العالم العراقي، وهذا العالم العراقي يعني احنا بالنسبة لنا هو اهم شيء، هو حصيلتنا، هي حصيلتنا اللي بحياتنا. وشكرا. شنو الرسالة اللي ممكن من جماهير بابل؟ جينا من بابل؟ بلي من بابل، جينا لهنا نساند المحكمة الاتحادية بقراراتها، قرارات عدم دستورية تصدير النفط والغاز من قبل شمال العراق، حكومة شمال العراق، والتصرف بأموال العراق، أموال النفط بحرية بالنسبة لهم، مفروض يكون التركيز والسيطرة من قبل المركز. بالنسبة لقانون الأمن الغذائي أمر فضل لأنه ما يفيد بالنسبة للشعب العراقي، يفيد الطبقات الحاكمة. وأعتقد الخلاصة بطريق الحرير، هو المهم طريق الحرير، هو هذا طريق الكوني نقول إحنا عليه، طريق الإنقاذ للعراق، طريق العزة والكرامة، طريق التحدي لأن كل الدول، عفو، كل الدول بحدود 144 دولة تحقت، دول كلها توصل بالصين على مود تلتحق إلا العراق، العراق هي الصين تتوصل به الآن، مو بس الخيرات الموجودة به، هو محور رئيسي لهذا الطريق، وهو الأساس المركز بين التواصل كل القارات. أنا أريد أسأل سؤال للسياسيين، شنو مصلحتهم معارضة هذا الطريق؟ ليش يعني عارض هذا الطريق؟ بعض أموال الطرف على حساب طرف. لا ما بيه طرف، هو كل الكرة الأرضية متفقة أنه هذا الطريق صحيح، وأنا الطريق مفيد خاصة للشعب العراقي. أنت هدفك شنو؟ لحد هسه ماكو طلع سياسي واحد اتحداهم، سياسي واحد قال أنه هذا الطريق أنا واقف وياه، أو كلمة نطقها يستحون من هاي الكلمة، يخافون يقولوها. ليش أبو الإمارات محمد بن زايد قال انطيت 3 مليار دولار على مود اجيب الطريق؟ المن انطاهن 3؟ إلي انطاهن للصين، انطاها سكت حلوق بيها. زين انتم الإمارات طرف؟ بلي، هو هذا الطريق يعني اذا صار بالعراق كل اكثر الدول تتضرر، ليش التركيز راح يكون بالعراق؟ حتى قناة السويس راح تتضرر، اكيد تتضرر، الدول الخليج كلها تتضرر بمكان ما يكون تركيز عليها، يكون تركيز على العراق، فهذا يضرهم. هم دفعوا أموال أمريكا يضرها، لين يصير القرار بيد الصين وبيد دول الحرير. أمريكا الرئيس الأمريكي يقول راح يأكلون عشان الصين. إذن خلينا نكون واقعيين وصريحين، يعني بعض السياسيين مثل ما قلت لك أنه البعض يقف مع طرف على حساب طرف آخر، كلها توقف ضد هذا الطريق. ماكو شخص اجى قال انه هذا الطريق يفيد المواطن العراقي، هو يفيده، ماكو صرح بهذا الطريق، ماكو من دفع بهذا الطريق. يعني انتم ما تخافون من الله؟ مو هذا شعب على يوم يثور ضدكم، يعني هاي خبزة يتامى، خبزة اطفال، خبزة شهداء، انتم مركزين على الضغوطات، القوانين اللي انتم تفيدكم، القانون اللي ما يفيدكم ما تجيبون طارية. يعني مسوي لي قانون الامن الغذائي هو ضرر، على سوي لي قانون العقبه، نفط العقبه، انت تنقل نفط البصره للعقبه، زين نفط الشمال يمك، زين نفط كركوك يمك، ليش ما تنقل؟ مستحقرها للبصره ومستحقر الجنوب،
يعني زين تروح انت من الاردن من مصر راح اجيب لكم انتوا امد لكم انبوب نفط وانبوب غاز ليش ما عندك النفط انت زين تبني بالمصافي وتبني معامل بالاردن ليش؟ ليش انت عايف اطفالك وعايف عائلتك تروح تبني للغريب؟ شو تسميها؟ بيا دين بيا قانون وين موجوده؟ اكيد خيانه، مو خيانه وطن، خيانه حتى رب، خيانه حتى دين، وانت محسوب على الشعب العراقي، انت لو ما الشعب العراقي ما توصل لهذه المرحله ولا توصل للكرسي، الشعب انتخبك وصلك لهذا المكان، معناته تدوس على رقبته، تدوس على راسه تروح تخدم لي مصر، تخدم لي الاردن ومن خلالهم اسرائيل؟ زين وين الضمير؟ انا ممنون من عندكم. هذا اللي جاي يصير ما له تفسير، يعني انت اليوم الصحيح والصح جايك والخلاص جايك بس جاي ترفضه. حقيقه مو بس ما له تفسير، يعني خارج حدود المنطق. يعني خلي نريد نسولف الصدق، مو اخوه نسولف الصدق. احنا اخوه ما يفيدنا. جاي احنا نريد الصدق. احنا اليوم عندنا معسكرين يتنافسان على القيادة في العراق والسلطة ورئاسة الوزراء. نعرف أكو معسكر من عدهن يعمل مباشرة ضد طريق الحرير بقيادة الكاظمي ومن أتى بالكاظمي ومن هو على رئيس مجلس وقاطعك. يعني قبل فترة نزل خبر أنه الكاظمي وضع حجر أساس لألف مدرسة ضمن مشروع الحرير. نعم صحيح. اسمح، هذا هو الكذب. قبل سنتين قال البعض يكذبون أنه هناك شيء يسمى اتفاقية صينية والبعض يصدق ولا يوجد هذا الشيء، ومن ثم يأتي اليوم ليقول ماذا؟ ليقول راح نبني ألف مدرسة تحت اتفاقية الصينية. وضع حجر أساسه ما وضع، مو صور نزلت هذه الخبر شفت أنا شخصياً. نعم نعم أنا هسه أولاً هذه شركات هناك حدود لهذا الموضوع. اسمح لي الحد الأول، العراق عدة اتفاقية النفط مقابل ماذا؟ مقابل الإعمار. هل هاي الاتفاقية مع الألف مدرسة تعمل تحت هذا البند أو لا تعمل؟ هذا واحد. اثنين هاي الاتفاقية خارج البند؟ خارج البند نعم خارج البند. الكاظمي نفسه يفند هذا الشيء. عزيزي رئيس وزراء يكون صادق مع شعبه، يكون حريص على المواطن، يكون حريص على البلد، يكون حريص على كل شيء في البلد، مو يروح يودي ويهدر طاقات البلد ويضيع مستقبل أبنائه من أجل الخير ومن أجل العمالة. هاي عمالة خلي يسمعها. العراق ما ينباع، نفطه ما ينباع، بشعب حر وبروس حارة وبناس قاتلة تردد داعش ومستعدة قاتل الباطل اليوم من أجل الحفاظ على العراق. هذا تدمير للعراق، هذا تقسيم للعراق ولا يمكن أن نرضى به. وهذا العراق يقف، هاي الرجال اللي تشوفها هاي تقف من أجل حماية العراق. لا يمكن للكاظمي ومن أتى بالكاظمي والدوائر الصهيونية والعملاء الذين رضوا بالكاظمي وأفعال الكاظمي أن يتسيدوا المشهد العراقي ويستمروا على طغيانهم. هذا الشيء لا نقبله، والله تطير الرؤوس. أنا واحد من الناس، أقتل ولا يستمر هذا الوضع في العراق. عزيزي اسمح لي، احنا اليوم خلي عوف الكاظمي رؤساء الكتل من هم، شنو شهايدهم؟ شنو مستواهم العلمي؟ شنو اللي قدموا للبلد؟ 18 سنة سرقات. على حديثك انه اللي يقودون البلد ولا واحد عنده شهادة. احنا مو هذا حديث، اسمح لي. انا اليوم الشهادة مو كل شيء، ولكن انا من عجيب انسان مفلس ذهنيا ومفلس من الشهادة ولا كفاءة، وهو بابيت بالانجليزي. يعني شنو بابيت؟ يعني خادم يسغيرون. بابيت جابوه حطوه، هذا البابيت يخدم الاجندات الصهيونية الامريكية، اجندات الخليج. انت فسر لي شغلة هسه. كلامك خطر. خطر واحكي واوصل لذاك الصوب ما خايف. تعرف ليش؟ لان منطقي يقول لي هيك. اسمح لي انا حسين بارود، انا حسين بارود. اسمح لي شوف، انا اليوم ليش اظل مرتمي تحت عباءة البنك الدولي واخذ قروض وانا عندي مجال احرك سوقي في اموالي؟ ليش اظل مرتمي تحت عباءة البنك الدولي وانا عندي مجال اذهب الى الصين اعطيها نفطات مقابل عندي اسوي الاعمار؟ اسمح لي، ليش اروح ابني بتروكيماويات وتكرير وتصفيه للنفط العراقي في الاردن وفي مصر واتحمل كل هاي الاعباء وانا شبابي قاعد ادور على شغل مهندسين وكسبه قاعدين خريجين كم وين مظاهرات؟ انت سالف لي هالشي سميها، انا اقول خيانه. طبعا خيانه وبيع للبلد واستهتار وعماله.
هاي عماله لاموال الخليج، عماله للدوائر الصهيونيه اللي تريد تخلي العراق ضعيف، والخليج اللي يريد يبقى على العراق ضعيف ومدمر وتنهشه الذئاب. حل شنو؟ الحل الشعب يتحرك خلاص. طلع الشعب طلع. اسمح لي اسمح لي اسمح لي، اليوم كل شيء لازم تدرس اولياته حتى تكون نتائجه صحيحه. اليوم اذا هذا الحراك وهاي الاوضاع بالعراق ما تحرك الشعب، فهذا الشعب خليه يظل ميت. وهذا الشعب بقى بالشعب. اسمح لي، الشعب هذا عمره اكثر من 8000 سنه، وعده ارث ثقافي وحضاري وانساني، وعده ممارسات الكثير من الشعوب تتمنى يوصل لها. صحيح او مو صحيح؟ احنا بس خليك لك شغله واحده، احنا العراقيين نحب نتجاهر بتاريخنا، بس حاضرك شنو؟ هي هاي المصيبه. احنا اليوم لا اللي نريد نقوله، عندنا شيء اسمه ديمقراطيه، ديمقراطيه صوريه. لو كانت ديمقراطيه فعليه وحقه لما وصل وضع البلاد الى هذا الحال. 18 سنه من السرقات، من النهب، من التقسيم، من الايذاء، من العوز. انا اسالك سؤال، قانون الامن الغذائي 30 مليار دولار يريدون يصفونها على سد مكحول. انت سامع بعمرك هسه، انت دارس سامع بعمرك شيء اسمه سد مكحول؟ اسالك بالله، انا اعرف مكحول ترابات حمور جبال، طلع لي سد مكحول يريد يلخفجهن مثل ما صالح المطلق شال مالات النازحين وطلع بيهن قبل. سد مكحول والمناطق المتضرره ها المحرره، زين سويتوا لها؟ زين كردستان، هاي الشباب هسه انت تبقى تشتغل هناك، هاي شبابك الخريجين باوعلي. المهندسين باوعلي. الاطباء. اسمع مني اسمع مني اسمع مني، العراق يحتاج مليارين ونص دولار حتى يبني ميناء الفاو وفق الشركه الكوريه 90 رصيف، وميناء كامل تاخذ مفتاح خوش. هذا واحد. العراق يحتاج 12.6 مليار على عقد عبد المهدي القديم، عادل عبد المهدي، مع شركه سيمنز الالمانيه لاكمال الكهرباء في العراق وجعلها مستمره 24 ساعه مع زياده مع زياده. اطرح هذه المبالغ من قانون الامن الغذائي والتنميه الكاذب. ها انت مو بس تدفع لهم باوع، انت راح تفعل شواخص باقيه لخدمه البلد. كلامك منطقي والحلول موجوده. ما يدرون بها؟ يدرون بها بس العماله. اسمع مني، الامارات من قال اعطينا 3 مليارات يبا قال حنا نريد طريق الحرير، حنا دفعنا 3 مليار من اجل طريق الحرير يجي علينا. المن دفعها لي يا حلك؟ الك الي المن؟ غير دفعها للراح وجم حمل جناط. صحيح لا مو صحيح؟ زين من الراح وحمل جناط؟ صاحب القرار لو المواطن؟ صاحب القرار. اخ صاحب القرار صاحب القرار. احنا اليوم نحجب على الجميع، سواء احنا خلينا نقول نحن غاضبون من حكومه الكاظمي ومن اتى بها ومن يتعامل معها ومن رضي بعملها. هذا الشعب قاعد يطالب بماذا؟ يطالب بحقوقه، يطالب باقتصاده، يطالب بكرامته، يطالب بعز الدوله، يطالب بهيبه الدوله. الاقتصاد يحرك كل شيء. اي امريكا اليوم اخذ من حدا الفلوس، شو تريد تصير؟ الصين اخذ من حدا فلوسها، شو تريد تصير؟ اليوم العراق مسلوب كل شيء عزيزي، والسياسيين يتفرجون بل متمتعين، والشعب ضربت عليه الذلة والمسكنة. الشعب اليوم متعيه يطلع يدور له على خبزة، تتمرض مرته ما يقدر يوديها للطبيب. ها هسه انت تروح للمستشفى؟ معقولة بلد كل هاي المليارات والنفط ويا مستشفى البناس؟ عوفك من المستشفى، اريد اخذك للمستشفى. يقول لك والله هذا الدواء ما عندنا، راح اكتب لك اياه من برا. ها من برا؟ يعني انا جاي المستشفى حكوميه حتى اسوي الدواء من برا، وجاي المستشفى حكوميه تروح المدينه الطب حتى اقول لك اطلع، ها والله هذا التحليل ما عندنا هنا، اروح اسويه بمستشفى اهلي بمختبر اهلي. صحيح لا مو صحيح؟ زين وزاره الصحه شنو شغله؟ وزاره الكهرباء اكثر من 130 الف موظف. العراق يحتاج ايش قد؟ ايش قد يحتاج؟ يحتاج 34 موظف، يحتاج 34 موظف في العراق فقط، 34 ألف موظف لإدارة الكهرباء بالعراق، 130 وماكو كهرباء، خير يا طير شكو؟ على يمن. اسمح لي، الخلاصة، القضاء اليوم بأمل، ونحن نرى هناك بصيص أمل في القضاء العراقي، من جربناه وشفنا قراراته ضد قانون النفط والغاز، وقرار 121 ضد تصرفات حكومة اللا كاظمي اللا دستورية واللا قانونية،
وأصدر قرارات أخرى للجهات الأخرى أيضا أوقف عد حدها. نرى في القضاء بصيص أمل، طلعنا حتى نقول للشعب أكو قضاء ويعمل بالدستور والقانون، ساندوا القضاء، اصطفوا خلفه، ادعموه، لأن أكو ضغوط سياسية. عزيزي من يصدر هيج قرار ويطلع شركات أمريكية من شمال العراق راح يصير ضغوط عليه، لأن هاي أموال. من يصدر هيج قرار ويوقف كل اللي اتفق عليه الكاظمي واللي راد يبيع عمل العراق، أكو ضغوط. لذلك إحنا اليوم غير موجهين الضغط للقضاء بل داعمين له، ونريد أن نرفع الضغط عن القضاء العراقي. حياك الله. يعني أغلب اللي حساسة، إحنا جينا ممثلين عن تنسيقيات الحراك الشعبي لحرير العراق، مداعمين للقضاء، ونرفض كل الضغوط التي تمارس ضد القضاء، وبالتالي نعتبر القضاء هو الساتر الأخير لحماية الشعب ووجوده وانتمائه وتاريخه. السلام عليكم. شيخ نرجع لك هسه، بس نجي كل اللي حكاه صحيح، الشعب شو منتظر مثلا؟ لا هو فعلا صحيح، هو احنا جينا بعد ما شفنا مفاصل الدولة اتجهت اتجاه مغاير للواقع العراقي وللشعب العراقي، بقى عندنا فقط القضاء. بعد ما صدر قراراته المهمة حقيقة، قرار 120 وقرارات اللي يصب لصالح الشعب، جينا نساند هذا القضاء، وجينا نساند القضاة الشرفاء والنزيهين، وجينا نقول كلمتنا يا محكمة يا قضاة، احنا كشعب عراقي كحراك جماهيري يمتد من الجنوب إلى الشمال، من زاخو إلى الفاو، احنا الحراك متصل قلبا وقالبا يدا واحدة، ونقول بأننا نحن مع القضاء، مع قرارات القضاء الشريف والنزيه الذي يصب مصلحة الشعب العراقي. هذا كل احنا متفقين عليه. احنا الآن اجينا بهذا الواجب الوطني، الوطنيتنا حقيقة حتمت علينا أن نقف هذا الموقف الشريف. اجينا بأكاديمينا، اجينا بمشايخنا، اجينا بأساتذتنا، اجينا مسؤولين تنسيقياتنا بكل المحافظات، لنقول كلمتنا الفصل، نحن مع القضاء، الشعب العراقي مع القضاء. هاي وقفتكم راح تستمر؟ لا احنا راح بعد هذا، احنا بينا موقفنا، مستمرين الى اخره، مستمرين بدعم القضاء، مستمرين بدعم القضاء وبقرارات القضاء، لانه شفنا كثير من الاحزاب وكثير والحكومه بشكل عام لم تنفذ قرارات المحكمه، وخاصه اقليم كردستان. يمكن خلنا اوضح لك الصوره، يعني من طالعين ومساندين القضاء، اكو ضعف بالقضاء شويه من قبل الجهات الحكوميه، يعني ما داعم القضاء، ما داعمين القضاء. القضاء عليه يصدر امره والحكومه يجب ان تنفذ، ماكو تنفيذ. لكنه اذا ماكو تنفيذ، احنا كجماهير وكشعب اجينا نقول يا قضاء احنا وياكم، قولوا كلمتكم واحنا مساندين لكم. يا رب الكبار ما يقدر هذا القضاء، بعد ما القضاء هو يقول كلمته، تبقى الحكومه، يبقى 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 الامن، يبقى اصحاب الشأن، هم اللي ياخذون حق العراقيين. لكنه احنا نريد من القضاء يستمرون بهذه كلماتهم، يستمرون بمواقفهم وبقراراتهم الوطنيه اللي تصب بصالح الشعب. العفو، احنا يعني ابناء الجنوب جايين من الكو، جايين من الناصريه، من البصره، جينا نوصل رساله دعم للقضاء العراقي، القضاء المستقل. فمع شديد الاسف من نوصل هنا نشوف هذا الصد، شرطه شغب هنا موجوده ما تخلينا نوصل رساله الدعم. فاني قلت لهم، وصلت لهم هاي الرساله، قلت لهم والله لو كانت هذه التظاهره هذه لو كانت بالضد من القضاء لسمحوا لنا بالدخول، لان هذه المساله تدمر بلد، اكو نفس يريد هذا البلد يدمر ما يريد ينبني. لكن لان هذه التظاهره بس نفسيتين طوامر للقوات، الله اعلم، بعد احنا ما ندري. احنا نقول احنا جايين هذه التظاهره بها دعم للقضاء، ليش ما تخلونا ندخل ونوصل رسالتنا هذه؟ قضي سؤال بكل بساطه. يدرون بكم طالعين لو ما يدرون بكم؟ بعد احنا صار لنا ساعه موجودين هنا، وهسه السيد راح ينطي امر بالانسحاب، راح ننسحب، سوينا اللي علينا، وصلنا رسالتنا للقضاء النزيه اللي نتامل من عنده خير حتى هذا البلد ينبني، والحمد لله رب العالمين. خلي اقول داعمين انتم اليوم ومساندين للقضاء العراقي من اجل تفعيل ومشروع طريق. احنا اجينا من محافظات العراق، مسؤولين تنسيقيات الحراك الشعبي لطريق الحرير، اولا لدعم القضاء العراقي في قراراته التي
تبني هذا البلد. والشيء الآخر، نطالب الحكومة العراقية بتفعيل أو الانضمام إلى مشروع الصين، مشروع طريق الحرير، الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الذي يراه كل ذي لب صحيح وكل حامل عقل يحب هذا الوطن، أن مشروع طريق الحرير هو المشروع الإنساني الذي يحول العراق من الخراب إلى العمار وسيقضي على الفساد. في حال يعني أنه هاي اليوم يعني راح ترجعون وانتهى الموضوع، راح نشوفكم بالأيام المقبلة مثل هذا الدعم اللي جاي، يعني اليوم طلعت من أجل القضاء، راح نشوفكم بالأيام الجاية هم داعمين القضاء بهيك موقف؟ نعم نعم، نحن لا نكل ولا نتعب ولا نخاف على شيء، أعمارنا تجاوزت 50 ولا نريد شيء من الحكومة العراقية إلا أن نؤمن المستقبل للأجيال التي سوف تأتي في هذا البلد، بلد الحضارات، بلد عمره 8000 سنة ما نريد أن يصادر. إحنا جينا نساند القضاء، أكو مباحثات على تشكيل الحكومة، نخاف بعض طلبات الأحزاب تكون سقفها عالي، من ضمنها تميع بعض القرارات اللي كانت من ضمن فائدة بها فائدة كبيرة للشعب، وهي قرار النفط والغاز في كردستان. القضاء أصدر قرار به، خشيتنا أنه يتميع هذا القرار، فجينا إحنا نسارد القرار ونقول له أنت الشعب براك، لا تخضع للضغط. هذا اللي يريده من القضاء، يكون قوي ولا ينسى انه الشعب بضاره. ممنون. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي اليوم من الجميل انه نشوف هاي الاعداد خرجت من اجل وقفه تضامنيه ودعم للقضاء العراقي الذي نامل منه المزيد ونامل منه تحقيق العداله بالفتره المقبله، وخصوصا انه مشروع طريق الحرير يعني العجيب واللي مدوخ الناس كلها، ليش ما يتفعل هذا الموضوع؟ منو الجهات اللي توقف خلف هذا الموضوع بعدم تفعيل طريق الحرير اللي هو راح ينقل حال العراق من حال إلى حال؟ بالتالي هو السؤال مطروح، ونتمنى أنه فد شخص معني بهذا الموضوع مثل ما نقول مسؤول صاحب قرار يوضح للناس، يوضح للشعب شنو اللي جاي يصير على هذا الموضوع اللي هو طريق الحرير، لأن هو الخلاص الوحيد لنقل العراق من حال إلى حال. فبالتالي نتمنى الرسالة وصلت ونتمنى الإجابة على هذه الاستفسارات. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج أيام الناس، إلى اللقاء.